شنايدر لينك على طول يبعدها مرة ثانية ماكس برايد في الجهة اليسرى ومقطوعة ونفل لادن خطرات الأفضل الله ترسل كرة خطرة من دونيفن مرة ثانية وما زالت الهجمة قائمة ما زالت الهجمة قائمة لمنتخب أمريكا تتحول من في الخلف ناحية الثانية إلى كلاودي راينر لاحظ هجمات منتخب أمريكا فعلا خطرة وفعلا تفاجئ الجماهير وتفاجئ أيضا أوليفر كان لكن حتى الآن ثابت أوليفر كان ثابت في مرمى وأعتقد ويعني أعتقد من وجهة نظري لو حارس آخر غير أوليفر كان كان ممكن من خلال الثلاث فرص الحقيقية لمنتخب أمريكا كانت ممكن واحدة تدخل على اعتبار يستخدم خبرته الكبيرة وأيضا التركيز الكامل والتام طوال المباراة بالنسبة لأوليفر كان وخاصة من خلال تسديدات دونيفن لاندر سنة خطأ هيدوك خطأ خطأ لصالح فرانكي هيدوك حتى الآن الكرة أفضل مع منتخب أمريكا وليس من صالح منتخب ألمانيا وخاصة في أكثر من موقع وفي أكثر من مناسبة أمريكا هي الأخطر وهي اللي تفاجئ وتباغت وخاصة من خلال التحضير الجيد وإقفال المنطقة الدفاعية واستبسال وروح قتالية داخل أرض الملعب وخاصة في الوسط من كلاوديو راينر جو براين وأيضا بالتحديد من فرانكي هايدوك كرة أمامية من أوليفر كان يبعد على طول إيدي بوب مرة ثانية جيسما همان الغائب تماما خلال هذه المباراة حتى الآن شنايدر برينك شنايدر برينك مقطوعة في خطأ وفاول حكم المباراة فاول على إيدي ليويس اللي دائما يتراجع هذا هو اللاعب إيدي ليويس لاعب نادي فولهام هناك خطأ وراح ينفذ طبعا يا شنايدر يا زيجا من راح ينفذ هذا الخطأ هل هو شنايدر أو زيجا زيجا يلعبها عالية خطأ الله جول حلوة كانت من زيجا وعلى طول على طول على طول مايكل بلاك حلو الجول الأول الهدف الأول وهدف التقدم شوف 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 الإعادة شوف الإعادة على طول شوف الإعادة على طول مايكل بلاك في المحاولة الثالثة كانت ثابتة الثالثة كانت ثابتة لمايكل بلاك حاول مرتين أخفق ولكن في الثالثة فعلا كانت الثابتة والهدف التقدم في الدقيقة 38 من الشوط الأول منتخب ألمانيا يتقدم عن طريق بلك بهدف مقابل لا شيء فعلا لم تجري الرياح بما تشتهي طبعا أو يشتهي لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه كرة القدم وهذه مباريات كؤوس ومباريات حذر يعني الخاسر راح يخرج من نهائي كأس العالم ما في شك رودي فولر مدرب منتخب ألمانيا لعب بطريقة ذكية يعني بنفس طريقة منتخب أمريكا ولكن بحذر أكثر من اللازم خوفا من أن هدف يدخل في مرمى وتكون ممكن يعني نتيجة ثقيلة ويضطر بأن يفتح اللعب لكن لعب بحذر يحاول أن يقفل الدفاع يحاول بأن يهاجم بأكبر عدد وبخطط متساوية حاول ولكن عن طريق ضربة حرة مباشرة استطاع طبعا مايكل بلاك أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 38 مرة ثانية دائما زيجا مرة ثانية يلعبها مقطوع على طول كرة لافة ممكن تشكل خطورة يعني حارس المرمى له دور كبير إذا خرج وخاصة إذا الكرة كانت في منطقة 6 ياردة عموما هناك خطأ لصالح دونيفن لاندر راح ينفذ هذا الخطأ جون أوبراين يلعبها إلى توني سانا وهدف التقدم لمنتخب ألمانيا عن طريق مايكل بلاك دقيقة 40 دخلنا في الدقيقة 41 في وسط الملعب ناحية على طول بابلو ماستروني جو أوبراين إلى كلاوديو راينر كابتن الفريق اللي حاول أن يلعب الكرة في الأمام ترتد خالد
ريكبيل هارتا دونوفيل لاندل بالخطأ ناحية أونوفيل أونوفيل نوفيل حكم المباراة يقول في خطأ فعلا في خطأ في بطاقة ناحية دونيس فعلا إذن إلى إيدي بوب إذا دخل منتخب الولايات المتحدة فأعتقد أن إيدي بوب راح لن يشارك على اعتبار أن هذه البطاقة الصفراء الثانية في البطولة بالنسبة لهذا اللاعب. هذا هو اللاعب إيدي بوب. إذا تأهل منتخب أمريكا فسوف لن يشارك إيدي بوب مع منتخب أمريكا، ولكن حتى الآن روس أرينا اللي ذكر غير راضي طبعا عن قرار حكم المباراة الاسكتلندية دلت وأنا قطع على طول ناحية بيرت شنايدر راح ينفذ هذا الخطا ممكن شكل خطوره كره عاليه دلاب الله ايضا كان ممكن مايكل بلك وايضا متزلده شوف الاعاده مره ثانيه شوف الاعاده متزلده وايضا مايكل بلك ولكن يشيل الكره على طول بيرهالتر الى ضربه ركنيه دقيقه 43 من الشوط الاول ما زال منتخب المانيا متقدم بهدف عن طريق مايكل بلاك وضربه ركنيه نوبيل يلعبها مره من متزلده لكن مرسوه على طول ماك برايد زينك ما فيها شيء كره خضراء كلها الله فرصه والهجمه ما زالت قائمه فرصه للتسديد يسدد لكن ترتد على طول براد ريدل شوف نوبيل يعني كان حذر نوبيل انه لا يتدخل في هذه اللعبه على اعتبار انه لو تدخل كان ممكن يكون فعلا فرصه في القائم الايسر لكلوزا كان ممكن انه يعني يعزز اهدافه على اعتبار انه حتى الان متصدر كلوزا 5 اهداف مهاجم منتخب المانيا ميروسلاف كلوزا كرة أمامية مرفوعة زلدة إلى هامان جسم هامان في وسط الملعب في مضايقة وضغط من جانب فرانكي هايدوك سيجا شنايدر في وسط الملعب يحاول يلعبها جو أوبراين مرة ثانية بالخطأ بيرهاسا إلى إيدي لويس جو أوبراين مرفوعة حكم المباراة يقول ما فيها شيء حكم لصالح منتخب ألمانيا هناك فرينك يتقدم مع كلوزا لكن في فاول وخطأ مع دقيقة واحدة متبقية من الوقت الأصلي لهذه المباراة شوف الإعادة إذن خطأ من الخلف لصالح منتخب ألمانيا وهذا بير شنايدر راد فريدل إذن في كرة ثانية داخل أرض الملعب راح يخرجها طبعا شنايدر و كريستين زيجا طبعا لاعب نادي توتنهام هوتسبير اللي أحرز 7 أهداف خلال هذا الموسم مع نادي توتنهام هوتسبير كريستين زيجا ممكن وبالتحديد بهذا الشكل على اعتبار انه متخصص في تنفيذ ضربات الحرة المباشرة، هل يلعبها مباشرة؟ راح يلعبها مباشرة لكن فوق العارضة. فوق العارضة محاولة كانت جيدة لصالح سيجا في المحاولة الأولى طبعا اللي استطاع مايكل بلك بأن يحرز هدف التقدم حتى الآن. هذه إعادة ولكن تسديد مباشر على المرمى فوق العارضة. هذه إعادة لفرصة ميروسلاف كلوزا دقيقة واحدة وقت بدل ضايع. إذا كلوزا وإعادة في القائم الأيسر. فرصة كانت ولكن العارضة أو القائم الأيسر أنقذ مرمى منتخب أمريكا اللي بدأ يفقد التركيز من الآن. يعني أكثر من كرة وفرصة أضاع 3 فرص محققة وبالتحديد من جونوفيل لاندن ولكن استطاع منتخب المانيا هامان تحت ضغط يرجع الكره الى اوليفر كان عاليه خلاص
نحن بالوقت بدل ضايع. ماكبرايد كرة ما فيها شيء، ماكبرايد لكن على طول، لكن ما فيها شيء. إذن متوسط ركلات دفاع المنتخب الألماني في هذه اللعبة كانوا مخفيين، على اعتبار أن دونوفن كان اللي متسلل، لكن دونوفن لم يتدخل. لكن في هذه اللحظة يطلق حكم المباراة هاب دجلس نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا عن طريق مايكل بلك. إذن مشاهدي الكرام بشكل سريع بعد هذا الفاصل مع الاستديو التحليلي، إلى اللقاء.